بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الأنام محمد وآله الطيبين الأطهار. السلام عليكم مشاهدينا الأفاضل ورحمة الله وبركاته، لكم منا أجمل عبارات الترحيب والثناء، ونحن نلتقيكم بلقاء رمضاني آخر وبرنامج حنين الروح. وكلنا أمل وطموح أن نقدم لكم أحبتنا الكرام ما يقع في نفوسكم موقع الرضا والقبول بتوفيق وعون من الله تعالى. أحبتي الكرام، في البدء نرفع أسماء آيات العزاء إلى بقية الله الأعظم بمناسبة ذكرى وفاة المحامي عن النبي الأكرم أبي طالب سلام الله عليه، فعظم الله لكم الأجر. سادتي الكرام، جرت سيرة العلماء على بيان أقسام موضوعات كل علم تمييزا له عن غيره، وبما أننا في موضوع أخلاقي فلا بأس أن نشير إلى أنه يمكن تقسيم الأخلاق باعتباره علما إلى ثلاثة نطاقات، وهي عبارة عن الأخلاق الإلهية والأخلاق الفردية والأخلاق الاجتماعية. والأخلاق الإلهية هي منظومة سلوكيات الإنسان تجاه ربه عقديا وعباديا، والتي تتخذ طابعا توحيديا ما يبلور الأخلاق الإلهية للفرد والمجتمع. وفي الواقع أن وجود هذا النطاق في منظومة القيم الأخلاقية يميز المدرسة الأخلاقية الإسلامية عن غيرها من المذاهب الوضعية التي تفتقر إلى مثل تلك المقاربة نتيجة اكتفائها بتناول العلاقات الفردية والاجتماعية في سبيل تنظيم حياة البشر ماديا ودنيويا وحسب. ضاربة بذلك عرض الحائط البعد الروحي للإنسان بتجاهل عالم الآخرة وصلة الإنسان بربه. وما زلنا نبحر معكم أيها الأحبة في بحر الأخلاق، وفي هذه الحلقة نرسو بكم على ضفاف الخلق الإلهي، فتابعونا أحبتنا الكرام. حياكم الله من جديد أحبتنا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الرمضاني حنين الروح. في البدء أرحب باسمي واسمكم بضيفنا الكريم سماحة السيد عادل العلوي، والذي لا يحتاج في الواقع إلى تعريف مني وأنا قاصر عن وصفه. حياكم الله سماحة السيد وأهلا ومرحبا بكم. حفظكم الله ورعاكم وأهلا وسهلا بكم. حياكم الله سمعت السيد. بما أننا نعيش على في رحاب وفاة المدافع الأول عن نبي الإسلام أبو طالب سلام الله عليه، فإن كانت لكم كلمة فكلنا آذان صاغية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وعلى كل أحبتي وعزتي من يشاهدنا ويسمعنا، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والتسديد، وأرفع آيات العزاء والحزن إلى مولاي صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف بدوا، وإلى كل الموالين والمحبين لأهل البيت ومن شيعة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، حيث وفاة أبيه أبي طالب سلام الله عليه، وإنه الرجل المدافع بحق عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومما يقطع نياط القلب ويزيد الحزن والأسى أنه هذا الرجل العظيم قد غمط حقه، وأنه هناك مع الأسف الشديد في
في بعض المصادر والكتب عند المسلمين من ينقص من شأنه ومن حقه وينسب إليه ما ليس فيه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكي نعرف الحق ونعرف أهله، وإن من أهل الحق مولانا أبي طالب عمران أو عبد مناف على قولين ابن عبد المطلب، هذا الولد البار الذي مع أخيه عبد الله والد الرسول الأعظم من صلب وبطن واحد، وكان رحيما رؤوفا عطوفا حكيما بليغا. ويكفيك على إيمانه ما عنده من الأبيات من الشعر في عظمة الرسول الأعظم ونبوته. فوالده فوض أمر الرسول الأعظم إليه، فكان محاميا ومدافعا عنه، فسلام الله عليه أبد الآبدين. أحسنتم سيدنا على هذه المقدمة، جزاكم الله خير الجزاء. سمعت السيد في الحلقة السابقة وما زال الحديث متواصل مع جنابكم الكريم في هذا البحر المتلاطم الأمواج، بحر المكارم، بحر الأخلاق. وصلنا يعني في صدد بيان القوى الأربع التي استعرضتموها ولم يسعفكم الوقت لبيانها وشرحها بشكل وافي، وفي هذه الحلقة إن شاء الله نستفاد من أنفاسكم المباركة. في قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، سئلت إحدى الزوجات لرسول الله ما كان خلق النبي، فقالت كان خلقه القرآن. القرآن هو كتاب الله العزيز المجيد الحكيم، وهو كتاب الكرامة، ومكارم الأخلاق من كرامة النفس الإنسانية. اسمح لي أقدم مقدمة. أسماء القرآن الكريم وألقاب القرآن الكريم أكثر من 100، أكثر من 60 اسم للقرآن من خلال ما في القرآن الكريم، كالقرآن الكريم المجيد العزيز. فهذه الأسماء ترمز من ورائها معاني بلا شك. لأن الاسم يدل على مسمى، يدل على حقيقة. القرآن الكريم الآيات الأولى التي نزلت في غار حراء، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق إلى قوله تعالى اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ وربك الأكرم، هذه نكتة قرآنية لطيفة جدا، أعتبرها من اللطائف القرآنية. جميل. لأن القرآن نزل على أربع كما عن زين العابدين عليه الصلاة والسلام: الألفاظ والمعاني واللطائف والحقائق. فالألفاظ لعامة الناس، والمعاني للخواص، واللطائف والإشارات للأولياء، والحقائق للأنبياء. العلماء ورثة الأنبياء، ومن كان عنده الحقيقة كانت عنده اللطيفة، ومن كانت عنده اللطيفة كان عنده المعاني، ومن كان عنده المعاني كان عنده الألفاظ. لذا من اللطائف القرآنية أنه سبحانه وتعالى كمقدمة، إذا دخل الطبيب في صف فماذا يتبادر إلى الذهن عندما يريد أن يدرس التلامذة، تلامذة الطب؟ يا ترى يدرسهم الرياضيات والفلكيات أو يدرسهم الطب؟ بطبيعة الحال يدرسهم الطب، لأنه مدرس طب. الفلكي عندما يدخل على تلامذته في صفه ماذا يدرس؟ يدرس الطب؟ لا، إنما يدرس الفلكيات، علم الفلك وعلم الهيئة. فالمعلم عندما يدخل، إذا كان معلم رياضيات، معلم الرياضة مثلا، يا ترى معلم الرياضة يعلم الحساب
أو يعلم الرياضة، طبيعة يعلم الرياضة سواء كان في الفنون أو العلوم أو حتى في الصناعات، لا فرق في ذلك. فربك الأكرم علم الإنسان بأي شيء؟ ربك الأكرم يعني درس كرامة، من كلمة الأكرم يستفاد على أن الله سبحانه وتعالى في بدء الخلق أراد أن يعلم الإنسان الكرامة، درس الكرامة، أن يكون كريما. كتاب هذا الدرس هو القرآن الكريم، لذا القرآن الكريم نزل من الكريم ومن أكرم الأكرمين، والذي حمل هذه الرسالة وهذا الكتاب المقدس الكريم الملائكة كرام سفرة بررة أيضا من الكرام، والروح الأمين الكريم نزل على صدر الكريم والرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، الأكرم باعتبار عالم الإمكان والخلق، فهو أكرم من كل كريم. اللهم أني أسألك من كرمك بأكرمه، وكل كرمك كريم. فربك الأكرم علم الإنسان الكرامة. الكرامة يعني أخلاق، لأنه الإنسان إما أن يكون كريم النفس وإما أن يكون هين النفس، له كرامة أو يكون رذيلا، له تقدير واحترام وتعظيم أو يكون إنسانا وضيعا، إنسانا منحطا ساقطا سافلا لا قيمة له، كالأنعام بل أضل، أولئك هم الغافلون. فالله سبحانه وتعالى علم الإنسان الكرامة، هذه الكرامة أين؟ في القرآن الكريم. القرآن الكريم كتاب الأخلاق والآداب، لأنه كتاب الهداية وكتاب السعادة، وهداية الإنسان وسعادة الإنسان بأخلاقه. إذا لم يكن عنده أخلاق، وباللغة الشعبية إذا أخلاق الزفت، فعند ذلك لا يعد إنسانا، إنما يعد شيطانا إذا تغلبت عليه القوة الوهمية، يعد سبعا إذا تغلبت عليه القوة الغضبية، يعد بهيمة حمارا أجلكم الله إذا تغلبت عليه القوة الشهوية. فحينئذ متى يكون الإنسان إنسانا ونفس وما سواها؟ عندما يكون قد أفلح من زكاها، وأما من دساها فقد خاب وخسر وكان من الخاسرين، وذلك هو الخسران المبين. فالله الكريم في القرآن الكريم علم الأخلاق، لذا قال الرسول لرسوله في مدحه وثنائه: وإنك لعلى خلق عظيم. وهذا الخلق العظيم تجسد وتمثل في القرآن الكريم. ما نعتقده القرآن كتاب هداية وسعادة، ولكن يجمع جميع العلوم البشرية، علم الأولين والآخرين في القرآن الكريم، حتى العلوم المادية وحتى هذا التطور الهائل التكنولوجي أساسه وجذوره في القرآن الكريم. هذا يعني ادعاء سمعت السيد، وإن شاء الله لكم أدلته أدل على ذلك، إن شاء الله نستمع إليها بعد الفاصل. جزاكم الله خيرا أحبتي الكرام، بعد وقفة قصيرة نعود لنستكمل الحديث مع ضيفنا الكريم. جفت عروقك في نهار راجيا منه الرضا برضاه تحيا منعما، ولفرحة أنا الأوان بدعوة للروح حتى ترتوي بعد الظما. الله أكبر قم فلب نداءه، ولك الثواب لطاعة يا صائما. رزقك أفطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق،
وثبت الأجر إن شاء الله. حياكم الله مجددا أحبتنا الكرام، نرجع لنستكمل حديثنا مع ضيفنا الكريم. سمعت السيد قبل الفاصل بينتم أن القرآن الكريم يحتوي على جميع العلوم. طبعا هذا البحث يحتاج إلى مقدمات ومؤخرات، نعم، وأدلة قطعية وبرهان عقلي ونقلي من الكتاب، من السنة، من عبائر الأعلام. فبحث مفصل أنا فقط كإشارة حتى أدخل في العلوم الدنيوية. تقصدون سماحة السيد كل العلوم، العلوم الدنيوية والأخرى. ذكرتم بأنه لأنه كتاب الكمال، القرآن كتاب لا كمال بعد القرآن إلا الله. اليوم أكملت لكم دينكم، لا رسول بعد رسول الله، ولا كمال ككمال رسول الله إلا كمال الله سبحانه وتعالى. لأنه لو كان هناك كمال أكثر من هذا الكمال لكان هو الخاتم، إذ أنه الله سبحانه وتعالى يخدم كماله. فكمال المختوم بختم الله سبحانه وتعالى إنما كان برسول الله وبالقرآن الكريم. لذا القرآن من أسمائي المهيمن، يهيمن على كتب السماء والأرض، على التوراة، على الإنجيل، على الزبور، كل الكتب السماوية، والصحف السماوية، صحف إبراهيم، صحف موسى، كل ذلك يهيمن عليه لأنه كتاب كمال وكتاب تكامل. لذا تكامل البشرية الآن بالقرآن الكريم، ونشكر الله أن جعلنا من أهل القرآن. هذه نعمة عظمى، منا عظمى أن الله سبحانه وتعالى اختارنا لكي نكون حملة القرآن الكريم، بتلاوته، بقراءته، بتدبره، بتفكر فيه، بالعمل به، أنه نعمل بالقرآن الكريم ونسعد بذلك. مما يدل على أن القرآن إنما هو ما فيه من آياته وسوره وكلماته وحتى حروفه إنما يرمز إلى العلوم والفنون. الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام ورد هذا المعنى، وأنه القرآن فيه تبيان لكل كل شيء. القرآن كل ما في هذا الكون ما يسقط من رطب ويابس إلا في كتاب مبين. الآيات التي فيها كلمة كتاب المبين لو راجعناها في المعجم المفارس نقف على هذه الحقيقة، أن الله سبحانه وتعالى جعل كل شيء في هذا الكتاب المبين، إلا أنه هذا الكتاب المبين فيه الجذور والقواعد الأساسية الأولى، يحتاج إلى من يفتح هذه القواعد، وأنه يسقي هذا الجذور حتى تخرج الشجرة الباسقة التي أصلها وفرعها في السماء، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين. هي هنا النقطة الجوهرية، يحتاج إلى من يخرج هذه المعارف، من يترجم القرآن لنا. لذا القرآن يعبر عنه بالقرآن التدويني الصامت، فيحتاج إلى قرآن عيني ناطق. الناطق نعم. هذا الكتاب المبين جعله الله سبحانه وتعالى في صدور الذين آمنوا وعلموا، قال نحن تلك الصدور عن الأئمة عليهم الصلاة والسلام. لذا لا يمس إلا المطهرون، والذين طهرهم الله من أهل البيت. أهل البيت بآية التطهير، ومن تبع أهل البيت. لذا الإمام الصادق قال كل علم صحيح شرق أو غرب، يقول لأبي حسن البصري شرق أو غرب كل علم صحيح لا يصدر إلا منا. يعني كل من قال من علم صحيح، علم فاسد، علم الضال والمضل، هذا لا شغل لنا به. العلم النافع، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. احنا نسأل الله العلم النافع، وقل ربي زدني علما، علما نافعا. فهذا العلم النافع لا يصدر إلا من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. أهل البيت من أين؟ من القرآن الكريم. الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام قال يا ليت أصحابي عندما أعطيهم كلمة حكمة، حكم شرعي، موضوع أخلاقي، يسألوني أنه من أين تقول هذا؟ من كتاب الله، حتى أريهم. اسمع لي نقطة مهمة، الحروف المقطعة في القرآن الكريم، نعم، التي تبتدأ بها السور، بعض السور، نعم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب، حام ميم، كاف هاء عين صاد. سئل طبعا 15 قول في مجمع البيان، 15 قول يذكر
لبيان هذه الحروف، أنه هذه الحروف عبارة الحكمة عن الحكمة أو فلسفة هذه الحروف، أنه ما المقصود من هذه الحروف الابتدائية والهجائية. رواية عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، ابن فاخته من أصحاب أمير المؤمنين، وكان مأنوسا بالقرآن ويشتغل بالقرآن بعلوم القرآن. سئل أمير المؤمنين وسأله سأل أمير المؤمنين أنه ما هذه الحروف في بداية بعض السور؟ قال إن هي إلا مضمون الحديث طبعا أنا أقول إن هي إلا مفتاح لما في تلك السورة، مفتاح لما في تلك السورة، يعني كل ما في السورة من معاني من لطائف من إشارات من حقائق من علوم من فنون، كل ذلك إنما مفتاحه هذه الحروف الهجائية، لكن من الذي يفتح مفتاحه؟ أما من الذي بيده هذا المفتاح؟ مفتاح لأي شيء سمح سيدي؟ مفتاح لكل ما في السورة. نعم، لكل ما في السورة من معاني، معاني غير واضحة المعالم، كل ما، لأن القرآن يحمل بطونا، نعم، 70 بطنا ذو أوجه، وكل بطن إلى ما شاء الله، لأن القرآن ينتهي إلى ربك، وربك بلا نهاية في علمه وقدرته وحياته وفي صفاته وأسمائه الحسنى، فحينئذ كل ما في هذا القرآن سينتهي إلى الله. حبل ممدود، طرف بيد الله وطرف بيد الناس، فاستمسكوا به، العروة الوثقى. هذا الحبل الممدود الإلهي إنما يكون تجليا لا تجافيا. طبعا لا أتعرض إلى هذا البحث، قد تعرضت عليه وإليه قبلا بمحاضرات عديدة أيضا في شهر رمضان في الحرم، حرم السيدة المعصومة، مفصلا تحدثت عن هذا الموضوع. القرآن الكريم حبل ممدود، من كان في البئر فإنه يمسك الحبل يخرج، من كان في بئر الذنوب والأوهام والرداء الأخلاقية والأعمال السيئة والذنوب والمعاصي، بمن يخرج؟ بالقرآن، يتمسك بحبله، لأنه هو في البئر يحتاج إلى من يخرجه، فيمدون إليه الحبل فيمسك عندما يصعد ويخرج من البئر. عند ذلك السلم، القرآن سلم وحبل، لأن هناك بيد الله، فيجب أن يلقى الله سبحانه وتعالى، يصعد إليه، وإليه يصعد الكلمة طيب والعمل الصالح يرفعه. العمل إنما يرفع بالعامل، لأن العمل معلول، وكل معلول إنما يكون بعامله، فحينئذ إليه يصعد الكلم الطيب. وإن كان في دعاء أبي حمزة الثماري نقول خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد، لكن مع ذلك في القوس النزولي خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد، في القوس الصعودي من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، له أضعاف، 700 كل سنبلة 100 حبة، 700 ويضاعف لمن يشاء، 1400 حسنة، وعلمه عند الله سبحانه وتعالى. فحينئذ الإنسان إنما يكون بالقرآن الكريم، شهر القرآن، شهر الغفران، شهر الرحمن، شهر الصيام والطاعة والدعاء، وكل تلاوة آية في شهر رمضان تعادل ختمة قرآن في غير شهر رمضان، طبعا تلاوة مع التدبر، وإلا رب تال والقرآن يلعنه، صحيح، إذا لم يعمل بالقرآن القرآن يلعنه. فعليه كان خلقه القرآن. عندما نتحدث عن الأخلاقيات والصفات الرذيلة والصفات الحميدة، إنما أساسنا من القرآن الكريم. من الذي يترجم ويبين؟ أهل البيت، الرسول الأعظم، لتبين للناس. الله سبحانه وتعالى يقول نحن أنزلنا عليك الذكر، لكن هذا الذكر الذي أنزلناه، هذا القرآن الذي أنزلناه لماذا؟ لتبين للناس. فما أتاكم الرسول فخذوه، أتانا الرسول أنه إنما من بعدي إذا أردتم الهداية وعدم الضلال والإضلال فتمسكوا فاعتصموا بحبل الله جميعا. ما الحبل؟ قال إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترة أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، وإنما لن يفترق حتى يرد عليه الحوض، لن يفترق من أول الخلق إلى ختم الخلق. حجة الله أول خلق الله هو الحجة،
لأن الله لو الحجة البالغة لابد أن يحتج على خلقه، فالخلق الحجة. الحجة عبارة عن القرآن الكريم الرحمن، عن القرآن الكريم ومن يفسر لنا ويبين القرآن الكريم، يعني محمد وآل محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. فالأخلاق من الله سبحانه وتعالى، كرامة وكرائم ومكارم، أين نأخذها؟ نأخذها من أهل البيت صلوات الله، من الرسول الأعظم، هذا أولا. الآن تبادر لذهني يعني حديث لطيف، سلمان المحمدي رضوان الله تعالى عليه كان من فارس، روز به أو بهروز على اختلاف الاسمين، روز به يعني يوم جميل، جميل اليوم. فسلمان رضوان الله تعالى عليه سلام الله عليه كان عنده صديق في إيران في فارس اسمه ساسان. العرب لتعصبهم للغتهم الكلمة الفارسية عندما تدخل، أو الكلمة الأعجمية مطلقا فارسية وغير فارسية، فإنهم يغيرون تلك الكلمة بحروف لتدل على عربيتها. تعريف الكلمة مثلا كاشاني، كاشان نعم، الشيخ الكاشاني، السيد الكاشاني، يقولون القاشاني، يبدلون الكاف بالقاف حتى تبين أنه هذه كلمة مستعربة كانت أعجمية وأبدلت إلى العربية بزيادة حرف أو بنقص حرف أو بتغيير الحروف من حيث المكان. فساسان عند في الروايات يعبر عنه بالزازان، يعني أبدل السين بالزاء. فزازان شوقا لسلمان باعتبار صداقة القديمة جاء إلى المدينة المنورة ودخل على سلمان. فسلمان عرفه على أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، فأسلم ساسان، ثم أصبح من الموالين ومن عشاق أمير المؤمنين، بحيث أنه كان يجلس في طريق أمير المؤمنين عندما يخرج من بيته إلى المسجد، كان يسجد في الطريق يوميا حتى يرى جمال أمير المؤمنين، عاشق محب. ففي يوم كان جالس وينتظر، وبطبيعة الحال شاب أو شاعر أو ما شابه ذلك عندما يكون في خلوة يبدأ يترنم بشعر بغزل بشيء، فأخذ هذا ساسان يترنم هو ونفسه، وكان له صوت جميل. هسه خلي أقربها، يترنم يغني طبعا، يغني إنما يستعمل في مجال الطرب، الطرب وغير الصالح. فده أقول الغناء إنما يكون معناه يتبادل إلى الذهن أنه غناء الذي مغني ومطرب وما شابه، الذي يعبر عنه بالفنان لا صدقا ولا عدلا، إنما سرقة الفنان، الفنان فنان إنما يجسد لنا الحقيقة كفن التجسيم، كفن الخاط، كفن الشعر، كفن الناثر، هذا كله إنما يجسد لنا الحقيقة. ولكن سرقت هذه الكلمة الجميلة إلى من لم يستحق أن يسمى بالفنان والفنانة. على كل، فساسان كان يقرأ مع نفسه ويترنم، فمر أمير المؤمنين فقال ساسان أعجبه صوتي. أمير المؤمنين هكذا يعني أعجب الصوت ساسان، فقال يا ساسان لما لا تقرأ القرآن، صوتك جميل، اقرأ القرآن. قال يا أمير المؤمنين أنا تعلمت من اللغة العربية سورة الحمد وقل والله لصلاتي، ولم أعرف القرآن واللغة العربية. طبعا هذه القصة، سلمان في يوم من الأيام رأى أنه ساسان صديقه يتكلم باللغة العربية ويقرأ القرآن جميل، قال لي من أين لك هذا وأنت لم تعرف اللغة العربية؟ فقال له هذه القصة. والسبب أنه كنت أقرأ شعرا باللغة الفارسية، فمر أمير المؤمنين فقال فأعجب بصوتي، قال لما لا تقرأ القرآن؟ قلت لا أعرف ذلك. يقول قال أدنو إلي، فدنوت، قال أدنو،
دنوت حتى وصل أذني إلى فمه فقرأ بعض الكلمات في فمه، وإذا بي أجد كل القرآن دخل في قلبي بهذه الكلمات. هذه هي الكلمات التي ربما هي حروف البدائية في السور، مفتاح، لكن بيد من؟ بيد أهلها، صاحب الولاية، الولاية العظمى، سلام الله، الولاية العظمى. فعليه من تخلق بأخلاق القرآن، تخلق بأخلاق الله، تخلق بأخلاق رسول الله. عندنا في الحديث الشريف أنه الشاب عليه أن يقرأ القرآن في شبابه. لماذا؟ لأن القرآن يكون من عظمه ولحمه ودمه، فيشتد عظمه ولحمه على القرآن. ومن أتعب نفسه في شبابه استراح في شيبته، يأخذ نور القرآن في شيبته. أحسنتم. ومن أراد القرآن على ذلك يتبين، من أراد أن يصل إلى هذه المعاني الغامضة ربما نعبر أو المكنونة، فعليه باتباع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. أشكركم سيدنا العزيز، إن شاء الله نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود إليكم. أحبتي الكرام، بعد وقفة قصيرة نعود لنستكمل الحديث مع ضيفنا الكريم. لا تقنط من رحمة الله، وإيانا وبلوغ يوم تجعلنا فيه ذنوبنا آيسين من رحمة الله تعالى. العارف الكامل الإمام روح الله الخميني. حياكم الله أحبتنا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم وأنتم تتفضلون بمتابعة مجريات هذا اللقاء الذي يأتيكم مباشرة من على قناتكم قناة أصيل الفضائية. سادتي الكرام، يمكنكم التواصل معنا والاتصال وطرح أسئلتكم عبر رقم الهاتف وشبكات التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة. حياكم الله من جديد سيدنا العزيز، رعاكم الله، مرحبا بكم. لو تسمحوا لي قبل أن نستكمل هذا الحديث مع جنابكم الكريم، نطرح على عليكم سؤال وردنا من أحد الأخوة المشاهدين، الأخ أبو محمد حسن من إيران، يقول: هل أن التمسك بآل البيت صلوة الله وسلامه عليهم يتحقق بمودتهم؟ مودة أهل البيت واجبة أولا عند كل المسلمين، ما اتفق عليه جميع المسلمين، كل المذاهب الإسلامية، لقوله تعالى في آية المودة: قل ما أسألكم عليه أجرا إلا المودة. والمودة هو الحب الذي يكون معه العمل وإبراز وإظهار الحب، والحب هو الميل القلبي. فعليه مودة أهل البيت واجبة كالصلاة عليهم، حتى أن الصلاة التي لم يكن فيها الصلاة عليهم لا تقبل، كما عند الشافعية، من لم يصلي عليكم لا صلاة له، عند الإمامية. المودة إنما هي مقدمة للتمسك بأهل البيت، باعتبار المراد من التمسك ليس تمسكا لفظيا وليس تمسكا مفهوميا. يعني أنا في ذهني، الوجود الذهني يسمى بالمفهوم، أنا في ذهني أقول أنا متمسك بأهل البيت ومحب لهم، نعم، هذا يكفي له. إذن موضوع المودة يعني عنوان فضفاض. المودة إنما هو في القلب، لأنه المودة والحب والعواطف والأحاسيس إنما هي من أعمال القلب. الإنسان عنده فطرة، في هذه الفطرة غرائز وأحاسيس وعواطف في علم النفس القديم والحديث. فحينئذ الإنسان الذي يكون عنده مودة وحب في قلب يحب، نعم، هذا الحب إذا وصل إلى درجة المودة وهي شدة الحب، فإنه يبرز ذلك، يبرز ذلك. نعم. لذا عندنا في الحديث الشريف: نعم، إذا أحببت أخيك، إذا أحببت أخاك فقل له أحبك. سمع سيد، نجد أن من المعاندين لأتباع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم عندما تحاججهم يقول: نحن نحب أهل البيت ونودهم، ولكن يختصرون على جانب، ونحن طالما نعيش في رحاب وفاة أبو طالب
سلام الله عليه، نجدهم بأنهم يقولون نحن نتبع ونحب آل البيت، ولكن عندما يصل الأمر بهم إلى أبي طالب نجدهم بأنهم يطلقون عليه عناوين يعني المحب ربما لا يحزنه، حتما يحزنه. المشكلة طبعا هذا الحديث حديث المودة والمحبة هم يحتاج إلى محاضرة، صحيح، لكن إجمالا نعم الحب كما ذكرت هو الميل القلبي، وهذا الحب له درجات، 10 درجات عندنا في الحب. ابتداء الحب، ثم بعد ذلك يأتي الشعف الشغف كما كانت لزليخة مع يوسف، ثم يأتي في المرحلة الرابعة العشق، ثم هكذا المراحل الأخرى التيم الولى الحيرة الحيران، إلى أن يأتي إلى مقام الفناء في العاشق، أنه العاشق يفنى في معشوقه، يسمى مقام الفناء في المعشوق، واتحاد العاشق والعشق والمعشوق. فحب أهل البيت بلا شك كل المسلمين إلا النواصب منهم قدر لهم الله فإنهم يحبون أهل البيت. عندنا حب دنيوي وينفع للدنيا دون الآخرة، في الآخرة لا ينفع، وعندنا حب أخروي ينفع في الدنيا وفي الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة، من أراد الآخرة نؤتها ونؤتي ما في الدنيا، لأننا 3 أصناف، نعم، صنف يريد الدنيا وحاسب، نعم، لا خلاق له في سورة البقرة، صنف يريد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، صنف يريد الآخرة. أنها 3 أصناف، القلوب 3 قلوب، قلب أراد الدنيا فليس له إلا الدنيا، قلب أراد الآخرة فله الدنيا والآخرة، وقلب أراد المولى فله المولى والدنيا والآخرة. ما شاء الله، هذا في الحديث الشريف في بحث القلوب. فالحب في الدنيا إنما يدل في أحاديث أهل البيت عند السنة والشيعة، عند السنة والشيعة في البخاري وغير البخاري، على أنه علي حبه جنة قسم النار والجنة، أنه علي حبه إيمان وبغضه نصب العداوة في قلبه، بغضه إنما يكون كفر، وهو قسيم الجنة والنار، قسيم الجنة والنار باعتبار أنه حبه إيمان وبغضه كفر، وحبه يدخل الجنة وبغضه يدخل النار. هذا الحب إنما يدل على طهارة المولد، لأنه يا علي لا يبغضك إلا من كان منافقا أو ابن حيض أو ابن زنا، قسما بمكة والحطيم وزمزم والراقصات، الإبل التي تذهب إلى منى والراقصات وسعيهن إلى منى، بغض الوصي علامة مكتوبة على جبهات أولاد الزنا، من لم يوالي في البرية حيدرا سيان عند الله صلى أم زنا. أحسنتم. فحينئذ هذا الحب الذي يكون علامة طهارة المولد هذا موجود عند كل المسلمين. لذا ابن عباس يقول في البخاري وغير البخاري على أنه عندما كان يولد لنا مولود ويكبر نأتي به إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ونقول له هل تحب هذا الرجل؟ إذا قال بلى نعرف على أنه لا إشكال في نطفته، وأما إذا قال أبغضه نعرف أنه إما منافق أو ابن حيض أو ابن زنا. هذا موجود، نعم صحيح. فهذا الحب علامة طهارة المولد، هذا إنما ينفع في الدنيا حتى يدل على أنه طاهر المولد، وأما في الآخرة الفرقة الناجية ذات المودة لأهل البيت، المودة هو الحب مع الطاعة وإبراز هذا الحب في مقام الولاء والبراءة، لابد من جناحين، نعم، المؤمن ولاء لله سبحانه وتعالى ولرسوله ولأهل بيته للقرآن للإسلام يكون وليا ويتبرى من أعداء الله ومن أعداء رسوله ومن أعداء أهل البيت عليه الصلاة والسلام، من أعداء أهل البيت يتبرى. علامة التولي رمز التولي هو السلام والصلاة، رمز وعلامة التبرى هو اللعن، لذا المؤمن يكون بين صلاة وبين لعن،
وكلاهما من الدعاء، لأن الدعاء تارة يكون له وتارة عليه. سمحت السيد، ذكرتم هنا الشيخ بهجة رضوان الله عليه، سئل أيهما أفضل، الصلاة على محمد أم اللعن؟ فأضاء يعني أجاب كليهما، اللعن عبارة عن تخلية والصلاة عبارة عن تحلية. وهذا ما يتعلق بعلم الأخلاق أيضا. نعم. إلا أنه في مقام العقيدة، لأن العقائد أيضا فيها تخلية وتحلية وتجلية، كما أن الأخلاق كما أن الأفعال والأحكام الشرعية فيها الوجوب وفيها الحرمة، حرمة تخلية والوجوب تحلية، والتجلية هو المستحبات وترك المكروهات من الجلاء. فالمودة التي تنفع الإنسان يوم القيامة أنه يحب ويؤمن بإمامتهم وولايتهم، فهذا الذي يكون ينفعه. فحينئذ المودة، من تمسك بالمودة بلا شك لابد من يتمسك بأهل البيت أن يكون له مودة، لكن هذه المودة أعتبرها كالكهرباء في سلك الكهرباء، أنه عندما تشعل الضوء ينتقل هذا الطاقة الكهربائية، السلك كله يكون فيه كهرباء إلى أن يصل إلى السراج والضوء فيضيء. فمودة أهل البيت سلك من البدء إلى الخاتم، بحيث هذا السلك من أين ما تقطعه، الآن سلك الكهرباء من أين ما تقطعه فإنه يكون موجبا أنه ينتل الإنسان، موجبا لصعقة كهربائية. صح. فحينئذ مودة أهل البيت سلك من الختم إلى من البدء إلى الختم، في العقائد، في الأخلاق، في الأحكام، في حياتنا منذ الولادة، عندما يولد الله أكبر، أمهاتنا صيح يا علي يا علي. كلمة يا علي في يعني أول ما أحلى أسماءكم. نعم. أسماءكم في الأسماء. نعم. لكن ما أحلى أسماءكم. فالولاية شوفها منذ الطفولة، أنه يستحب تجعل تربة سيد الشهداء في فم الطفل وتحنكه، أي تضع تربة هنا وتحنكه أنه تفتح فمه فوق اللسان، الطابق الفوق اللساني يسمى بالحنك في هذا الحديث. نعم. الشريف، وتحنكه بتربة سيد الشهداء. صحيح. لذا من البداية أحاديثنا وأئمتنا عليهم الصلاة والسلام إنما اختاروا لنا، شيعتنا خلقوا من فاضل طينتنا فنحن إليهم، يحنون إلينا ونحن إليهم. اسمح لي. نعم. حديث شريف اليوم قرأته، طبعا سبحان الله قرأته الكافي لكي أذكر بعض الروايات التي تتعلق ببحثنا عفة البطن وعفة الفرج. فلما فتحت طينة المؤمن والكافر فرأيت هذا الحديث يتعلق بحنين الروح، فقلت بودي أنه أقرأ الآن. سبحان الله، جاء موعد هذا الحديث. سبحان الله. جزاكم الله خير. علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن ربع بن عبد الله عن رجل عن علي بن الحسين عليه السلام قال: إن الله عز وجل خلق النبيين من طينة عليين. طينة عليين، عليين من الأعلى. نعم. والعالي. قلوبهم وأبدانهم، الأنبياء قلوبهم وأبدانهم من العليين. طبعا هذا بحث الطينة بحث مفصل وشائك، وبعض الأحيان يقال عويص أنه الإنسان يدخل في مثل هذه البحوث المشكلة. ولكن بالنسبة إلى ما في هذا الحديث الشريف، إن الله عز وجل خلق النبيين من آدم إلى الخاتم، 124,000 نبي. خلق النبيين من طينة عليين، طبعا النبيين وأوصياء النبيين من المعصومين، من طينة عليين قلوبهم وأبدانهم، وخلق قلوب المؤمنين من تلك الطينة، شيعتنا خلقوا من فاضل طينتنا، وخلق قلوب المؤمنين من تلك الطينة، وجعل خلق أبدان المؤمنين من دون ذلك. الأبدان لم يكن من تلك الطينة العلية، إنما من طينة ربما تكون طينة من سجين كما عند الكافر. من دون ذلك وخلق الكفار من طينة سجين، سجين من سجن، من السجن. نعم. وإشارة إلى العذاب وإلى النار. من طينة سجين قلوبهم وأبدانهم، قلوبهم وأبدانهم من طينة السجين. فخلط بين الطينتين سبحانه وتعالى لحكمته، خلق بين الطينتين، طينة العلية وطينة
الجهنمية. فمن هذا يلد المؤمن الكافر، تجد أنه أبوه مؤمن لكن ولد كافر. لماذا؟ لاختلاط الطينتين. ويلد الكافر المؤمن، ومن هنا يصيب المؤمن السيئة. لماذا المؤمن يذنب؟ للطينة التي اختلطت من الطينة الخبيثة. ومن هنا يصيب الكافر الحسن، ربما شوف كافر عنده أعمال حسنة لأنه عنده شيء من طينة اللي امتزجت. فهنا الشاهد هنا، فقلوب المؤمنين تحن إلى ما خلقوا منه، حنين الروح. فقلوب المؤمنين تحن، قلوب لا أبدانهم، قلوب المؤمنين تحن إلى ما خلقوا منه، يعني إلى الطينة العلية في الملأ الأعلى. كتاب الأبرار أنه يكون في عليين يشهد المقربون. ومن هنا فقلوب المؤمنين تحن إلى ما خلقوا منه، وقلوب الكافرين تحن إلى ما خلقوا منه. أحسنتم، جزاكم الله خير الروح سيد على هذه الرواية التي أتحبتمونا فيها في نهاية حلقتنا هذه. ومسك الختام دعاكم. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وسهل مخرجهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك. إلهي خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد، فاغفر لنا ذنوبنا وبدل سيئاتنا حسنات، وحسناتنا درجات ودرجاتنا غرفات وغرفاتنا عاليات، واحشرنا مع محمد وآل محمد. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، وعجل فرجه وسهل مخرجه، واجعلنا من خلص شيعته وأنصاره وأعوانه، واجعل صلاتنا صيامنا عباداتنا به مقبولة، ذنوبنا به مغفورة، حوائجنا به مقضية، همومنا به مكفية، مرضانا أمراضنا به مشفية، بلادنا به محمية، جيوشنا به منصورة، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلي يا ربي على محمد وآل الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنتم سيدنا العزيز، بارك الله فيكم وشكرا لكم. أحبتي الكرام، شكرا لحسن إصغائكم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.